بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وبعد، فتتشرف تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم للأسرة المسلمة مجموعة أشرطة اللمسات المؤمنة للأسرة المسلمة التي أعدها وألقاها الشيخ أحمد القطان حفظه الله تعالى، وهي عبارة عن عبر ودروس مستخلصة من قصص واقعية قصد الشيخ منها عون أفراد الأسرة المسلمة وبيان بعض الأحكام المتعلقة بها وإرشادها لأحسن الأخلاق. وإننا نهيب بأفراد الأسرة جميعا آباء وأمهات وأبناء الاستماع إليها والاستفادة منها ونشرها بين أقاربهم وجيرانهم وأصدقائهم لتعم بها الفائدة. هذا وقد تكرم الشيخ أحمد القطان مشكورا بالإذن لنا بإخراج هذه اللمسات في 6 أشرطة داخل علبة على شكل دفتي كتاب ليسهل تداولها ثم حفظها في مكتبة المنزل الصوتية. وقد وضعنا فهرسا لمواضيع الأشرطة ليتمكن المستمع من معرفة ما تحتويه هذه الأشرطة بسهولة ويسر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي ومعلمي وحبيبي وقرة عيني محمد النبي الرسول، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، إني أحبكم في الله. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، احرصنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك، وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. واجعلنا لجميع المسلمين هينين لينين سمحين حبيبين قريبين مبشرين وميسرين. اللهم صل أرحامنا واغفر ذنوبنا، ثبت أقدامنا واربط بالخير على قلوبنا، ثقل ميزاننا وحقق إيماننا، وفك رهاننا واخسأ شيطاننا، واجعلنا برحمتك في الفردوس الأعلى. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. عليك باليهود والصليبيين والشيوعيين والضالين والمضلين. اللهم انصر المجاهدين، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وفك المأسورين، وإخواننا المسجونين من الدعاة المخلصين، وآنس وحشتهم، وارحم غربتهم، وفرج كربتهم، ونفس همومهم وغمومهم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل يا رب العالمين. اللهم نسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. اجعل موتنا شهادة، اجعل موتنا حياة، اجعل دماءنا مسكا،
اللهم اجعل أرواحنا في حواصل طير خضر ترتع في رياض الجنة، تأوي إلى قناديل الذهب معلقة بالعرش الكريم، إنك على ذلك قدير. برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، هذه موضوعات اخترتها لكم، سميتها اللمسات المؤمنة، ينتفع بها كل مؤمن ومؤمنة، وفيها من العبر، فاستحضروا أذهانكم واسمعوا بآذان قلوبكم، فرب غافل ينتبه وناس يتذكر وجاهل يتعلم وحائر يهتدي. اللمسة الأولى بعنوان طلقتني المعصية. تفكروا في العنوان، طلقتني المعصية. الله يقول في كتابه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إن الذين استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالمعصية لها أثر، وتستطيع أن تقول أن 90% من انهدام الأسرة المسلمة وتشتتها وتفرقها وتمزقها سببه الأول المعصية. وقد تكون هذه المعصية من طرف واحد من أطراف هذه الأسرة. هذه المرأة التي تقول طلقتني المعصية تقول كنت مع زوجي في أطيب حال وأهنأ بال، كنا زوجين سعيدين متعاونين على طاعة الله، عندنا القناعة والرضا، طفلتنا الصغيرة مصباح الدار، والبيت الذي ليس فيه أطفال مظلم ولو أشعلت فيه الأنوار. طفلتنا الصغيرة مصباح الدار، كركراتها تفتق الزهور، ريحانة تهتز إذا جن علينا الليل، ونامت الصغيرة، قمت مع زوجي نسبح الله. يأمني ويرتل القرآن ترتيلا، نصلي معا وتصلي معنا الدموع في خشوع وخضوع. حياة حلوة، حياة المؤمنين، حياة الطيبين. ورب دمعة تأتي يوم القيامة تنادي أنا إيمان فلان وفلانة. تصلي معنا الدموع في خشوع وخضوع، وكأني أسمعها تفيض في جنح الظلام تنادي أنا إيمان فلان وفلانة،
وذات يوم أردنا أن تكثر فيه الفلوس، فاقترحت على زوجي أن نشتري أسهما ربوية، لتكثر منها الأموال ندخرها لكثرة العيال. فوضعناها ووضعنا كل ما نملك حتى حلي الزواج، حلي الشبكة، فانخفضت أسهم السوق وأحسسنا بالهلكة، فأصبح الدينار فلسا، وشربنا من الهموم كأسا، وكثرت حولنا الديون والتبعات، وعلمنا أن الله يمحق الربا ويربي الصدقات. وفي ليلة حزينة خوت فيها الخزينة، تشاجرت مع زوجي فطلبت منه الطلاق، فقال: أنت طالق أنت طالق. فبكيت وبكت الصغيرة، وعبر الدموع الجارية تذكرت جيدا يوم أن جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية. اللمسة الثانية بعنوان: التزين عبادة. كثير من الناس يظن أن العبادة هي الصلاة والصيام والحج والزكاة، أما أن تتزين الزوجة لزوجها والزوج لأهله فهذا ما يخطر ببال أحد إلا من رحم الله. أدعو في ظهر الغيب لكل زوجة تتزين لزوجها المسلم لتحفظه من الخطيئة، إن التزين عبادة ووسيلة صالحة تحبها الفطرة السليمة. وهل هناك أعظم من الإيمان في حياة الإنسان؟ هل هناك أعظم من الإيمان بالله في حياة الإنسان؟ ومع هذا زين الله الإيمان للإنسان، فقال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهو إيمان، إيمان بمن؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره من الله تعالى. هذا هو الإيمان وأركان الإيمان. ومع هذا لم يتركه الله هكذا، وإنما زينه وحببه. فمن باب أولى أن كل سبيل يؤدي إلى هذا الإيمان أن يزين وأن يحبب. أليس الذي يتزوج قد حاز شطر الإيمان؟ من قال ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فليتق الله في الشطر الباقي. إذن التي تتزين إلى زوجها إنما هي تزين نصف الإيمان. فالزوجة الذكية هي التي تعرف كيف تكسب قلب زوجها، وأن تكون دائما زوجة جديدة في حياته. فالكلمة الحلوة زينة، والبسمة المشرقة جمال، والرائحة الطيبة بهجة،
والفستان الأنيق واللمسات اللطيفة والاختيار الموفق للون الثوب والرائحة والحلي البسيط الرخيص، ولا يشترط أن يكون ذهباً غالياً، إنما الذهب ذهب الخلق وذهب القلب وذهب الدين، ورب قطعة صغيرة في أذنها قيمتها 100 فلس أغلى عند الزوج من جبال الذهب. والنظافة المستمرة بين الزوجين طهارة يحبها الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه. ومن فاز بحب الله بسبب الطهارة والنظافة فقد شيء وفاته شيء، وهل هناك أعظم من أن تكسب حب الله؟ أيتها الزوجة، أنت حورية الدنيا وأنت سيدة القصور في الجنة بإذن الله. تعلمي من القرآن أخلاق حور الجنان، فالله وصف حور الجنان في القرآن بأنهن قاصرات الطرف، بأنهن يغنين للأزواج. المرأة لمن تغني؟ لا يجوز لها إلا أن تسمع زوجها في غرفة النوم، حتى الأذان حرام على المرأة، حتى قراءة القرآن بصوت عالي حرام على المرأة إذا سمعها الأجانب. وأذن الإسلام بالغناء العفيف بدون موسيقى، إذا غنت المرأة لزوجها في غرفة النوم لكي تحببه فيها وتطيب روحه وتطيب قلبه بكلمات نظيفة، أليس حوريات الجنة يغنين؟ ماذا يقولن؟ نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الناعمات فلا يبأسن، نحن المقيمات فلا يضعن، نحن خيرات حسان، وأزواج أهل أزواج كرام. هذا غناء الحوريات في جنات النعيم. فلتتعلم المرأة كيف تكسب قلب زوجها. اجعلي دنياه جنة، اجعلي بيته جنة، البسي له الحريرة، وضعي له العطور، ورددي على مسامعه لزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية، خير من الساعات في ظل القصور العالية تعقبها عقوبة يصلى بنار حامية. اللمسة الثالثة بعنوان المطلقة. حكمت محكمة العادات والتقاليد البائدة، محكمة العادات والتقاليد البائدة، على المتهمة مطلقة وشريكتها في الجريمة أرملة وذات اللون الإجرامي سمراء. مصيبة، مصيبة. إذا أراد الإنسان أن يتزوج يلقي من قائمة الزواج 3: المطلقة والأرملة والسمراء. سمراء ما أبيها، مطلقة ولو لم يدخل عليها زوجها وليس عندها أطفال وقد تكون ذات حسب وجمال ومال ودين، لكن اسم مطلقة أصبح عند الناس عقدة. لماذا يا هذا؟ وإذا تركت المطلقة وتركت الأرملة وذات الجمال المتوسط من لها؟ لو كانت أختك
أترضى لها ذلك؟ أيها المسلم الذي تسمع الشريط، لا يرضى إنسان لابنته ولا لأخته، بل يتمنى أن يأخذها رجل صالح، لكن هذه الشروط جعلت هذه الأصناف الثلاثة في سجن مؤبد. حكمت محكمة العادات والتقاليد بالسجن المؤبد والرقابة الشديدة الأكيدة خلال فترة السجن، وليتها المسكينة نجت. مراقبة، لو ذهبت إلى سوق أو ذهبت إلى جمعية أو ذهبت إلى مكان لأشاروا عليها بأصابع الاتهام. المجتمع المسلم نظيف، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن مطلقات وأرملات إلا عائشة، وعائشة أخذها بكر لأن جبرائيل نزل بصورتها من الجنة مرسومة على حريرة، فلما رآها قال إن يريد الله ويقدر الله يكون الأمر، استسلم لله. حتى جاءته الخطابة وقالت: ما تقول يا رسول الله بابنة أخيك وحبيبك الصديق؟ فقال: من؟ قالت: عائشة. قال: يعني أو ترضى؟ صغيرة، 6 سنوات. فخطبها وعمرها 6 سنوات، ثم دخل بها في المدينة وعمرها 9 سنوات، رضي الله عنها وأرضاها. لكن أحب زوجاته إليه وظل يذكرها خديجة رضوان الله عليها، يوم أن قالت له عائشة: لقد أبدلك الله خيرا منها. قال: لا، ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني إذ كذبني الناس وآوتني إذ طردني الناس ونصرتني بمالها. وجبريل ينزل عليه فيقول: إن السلام يقرئ خديجة السلام. فتقول خديجة: الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. كانت أرملة. الشاهد بأن المسلمين يجب أن يتنازلوا عن كثير من الشروط ما عدا شرط الدين، لأن الحديث يقول: اظفر بذات الدين تربت يداك. أحبتي في الله، استمع معي إلى هذا الحوار. لماذا لا تريدها؟ إنها مطلقة. نعم مطلقة، لأن زوجها الأول كان يشرب الخمر، وكان لا يصلي، وكان يريد منها الفاحشة، فطلبت الطلاق لأنها شريفة وعفيفة ومتحجبة. ألا تجد أخا مؤمنا ينصرها على شيطانها وشيطانه؟ هي فرت بدينها، ولكن لم تجد من يحتويها ويذيقها العطف والحنان المفقود عند ذلك الزوج. أحبتي في الله، ولو سألت أحدهم عندما يريد أن يتزوج: ما شروطك يا هذا؟ لو وجدته يضع أمام عينك قائمة من الطلبات والشروط، وكأنه يريد أن يتزوج ملكة جمال العالم. أريدها بيضاء طويلة، تمشي كمشية الغزال، وتختال كاختيال الطاووس، إن نظرت إليها صامتة، حسبتها تبتسم، وإن ابتسمت ظننتها تتكلم.
صوتها أحلى من البلابل وسحرها أفتك من سحر بابل. إن نظرت إليها من بعيد رأيتها مليحة، وإن نظرت إليها من قريب وجدتها جميلة. لها عيون الحور، إن جلست كأنها قائمة، وإن قامت كأنها راكبة. كانت غنية ثم افتقرت، فيها عز الغنى وذل الفقر. تمزج العلم بالحلم والقول بالحكمة، ذات جمال متجدد وشعر غير متجعد. لها لون في الليل ولون في النهار، وتنصف الناس من نفسها، ولا تضار بالجار، وترحم الصغار وتربي الكبار. ويحط لك قائمة. بس يا أخي، هذه لو احنا لقيناها بايعناها على الخلافة. شنو هذا؟ مع أن ما يجوز مبايعة المرأة على الخلافة، لكن كثرة الشروط هذه حتى متوفرة في الحكام ولا السلاطين. تواضع عندما تريد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها. بعدين ألغى قطع فقال: ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا الذي يشترط كل هذه الشروط، لو قلت له اذهب إلى المرآة فانظر، فإن وجدت في المرآة أمامك شرطا واحدا من هذه الشروط، خطبنا لك عن طريق الصحف ديانس بن سر. لأن الصحف بلشتنا فيها بلشة. أربع سنوات وأنا أشتري الصحف، ولا أذكر يعني إن لم يكن كل يومين وترك، أو كل يوم أو ثلاثة أيام في الأسبوع، إلا البست، أعطست، قامت، راحت، حطت، اشترت، قصت شعرها، حطت شعرها. أعوذ بالله. نحن نذكر أن الكويت بفضل الله ومنته وقعت استقلالها في الستينات، وارتحنا من هذه التبعية. ولكن تأبى الصحف إلا أن تجعلنا مستعمرة لديانس بن سر. ذبحونا. وهذا اللي عقد الشباب، يريدها كأنها قائمة إذا هي قاعدة، وكأنها راكبة إذا هي ماشية، وكأنها الملاحق. كان الإنسان الأول تروح تخطب لأمه، وبليلة العرس يشوف عروسته ويرضى فيها، عورة، خرشة، طويلة، صغيرة، راضي بما قسمه الله له. الآن نحن ما نقول له أوصل إلى هذا المستوى، لا، نقول اذهب وانظر إلى عروستك، ولكن تواضع في شروطك، تواضع في شروطك. تكون دينة، متحجبة، تصلي، مطيعة، هذه نعمة. ذات جمال متوسط، هذه نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. من بيت شريف عفيف نظيف، سمعته طيبة، خلاص انتهى الموضوع. اللمسة الرابعة بعنوان جريمة الفيديو. اتصلت بي أخت مسلمة، تقول هذه الأخت وهي تبكي: لقد كنت مولعة بحفلات العرس، وأنا امرأة متحجبة، وزوجي متدين، وكثيرا ما كان يحذرني من الاختلاط في العرس، فكنت أحذر من الاختلاط بالرجال، فإذا كان العرس كله نساء نزعت حجابي، نزعت حجابي وشاركت في الغناء والرقص، ولفحت برأسي وبشعري، وكنت امرأة جميلة ولا أزال، وأحب أن أسمع النساء يمدحنني أنني أجمل من العروسة. وكان زوجي يقول: يا امرأة لا تنزعي ثوبك ولا حجابك إلا في بيت زوجك، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين ربها من ستر. تقول: ومرت الأيام
وسافر زوجي إلى إحدى دول الخليج، وهناك في إحدى الديوانيات في بيت المضيف إذ تجادل شابان، أي نساء الخليج أجمل؟ فقال أحدهم أنا عندي الدليل، فقام وأحضر شريط فيديو وشغله أمام الرجال في الديوان، وإذا هي حفلة عرس مصورة بفيديو، وإذا بزوجي يفاجأ إذ يراني في الديوان في الفيديو أرقص وألفح برأسي أمام الرجال والرجال يتشهون علي، والكاميرا تتنقل على صدور الحاضرات وعلى وجوههن بكامل الزينة والمكياج، ولا يوجد من بينهم رجل واحد، لكن الذي صور سواء كان تصوير خاص قام بها أهل العروس أو أهل العروسة، ما دام تم التصوير بالفيديو بشركة أو بأحد أطراف العائلة لابد أن تسرب نسخة، لأن الشباب الآن غير مؤتمن مع الأسف الشديد، شباب السجائر، شباب مايكل جاكسون، شباب المخدرات، إذا ما صار عنده فلوس أخذ الشريط هذا مال الفيديو يهربه ويبيعه سرا. وكان الشاب يقول اشتريته بما يقدر ب 150 دينار بقيمة البلد اللي كان هو فيها، ما أريد أن أذكرها حتى لا أحد يعرف أي بلد، لكن أنا أقول هذا حتى يحذر الناس من هذه المصيبة الخفية التي بدأت تستشري. تقول فأخذ زوجي يتحرى عن هذه القضية، وإذا هذه الأشرطة تهرب كما تهرب المخدرات، وهل هناك أمتع وأجمل من أن يأتي الصبايا العذارى ذوات الأخدار وهن كاشفات الرؤوس والشعور يغنين؟ الناس ملت الآن، ملت من الفنانات وملت من المغنيات ويريدون يطلعون هل في البيوت. تقول وعاد زوجي من سفرته وأشعلها معركة ثم طلقني، وأنا الآن تطاردني الخطيئة والهموم، وعرفت قيمة نصيحته يوم أن قال يا امرأة احذري لا تنزعي ثيابك في غير بيت زوجك، فلم أطعه، وهذا هو شؤم معصية الزوج. اللمسة التالية بعنوان النظافة من الإيمان. كثير من الناس يعلم هذه الحقيقة أن النظافة من الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى يحب النظافة، وأنظف مخلوق محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة الصحابة وأمهات المؤمنين، وهو بهذه النظافة قدوتنا، أليس هو القائل نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها، وهو القائل أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، أي لشدة ما أمرت بتنظيف فمي ورائحته خشيت أن أسناني تسقط من كثر ما أنظف 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 أنظف، خشيت أن أدرد. ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ونهى عن أكل الثوم، ونهى عن أكل البصل للمصلي في المسجد.
وبعض المسلمين مع الأسف الشديد لا يطاق، فهو لا يرعى حق زوجه ولا يرعى حق مصلي ولا يرعى حق صديق. أصابعه مرق وإبطه عرق وثيابه خرق، إن تكلم زعق وإن صمت انغلق وإن نادى نعق وإن تمشى انزلق وإن تعشى شرق وإن تمطى فتق وإن تغطى خنق وإن تبخر احترق وإن تثاءب شهق وإن عطس بزق. الله يكفينا الشر. وإذا قلت له يا هذا اتق الله إن النظافة من الإيمان، قال لا، أما سمعت الحديث الصحيح الذي يقول إن البذاذة من الإيمان؟ ومفهوم البذاذة عند القذارة، ما يعلم أن البذاذة هي البساطة وعدم التكلف في التأنق. الذي قال هذا الحديث هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب هذه البذاذة، ولكن يقول أنس ما صافحت ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أطيب. وكانت أم سلمة تسلت المسك من جبينه وتجمعه في قارورة تطيب أولادها يوم العيد، لأن المسك كان ينزل على جبينه من مفرق شعره صلى الله عليه وسلم، ويلبس الثوب الأبيض لنظافته، ويقول إنه ثوب تحبه الملائكة وتلبسه الملائكة. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتنظف ويغتسل بدر، حتى في اعتكافه يضع رأسه على صدر عائشة وهي ترجله بالمشط وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. وابن عباس يقف أمام المرآة يرجل شعره ويدهنه ويطيب، فإذا قالوا له لمن تفعل هذا؟ قال لأهلي. فالله يقول في القرآن العظيم ولهن مثل الذي عليهن، لهن مثل الذي عليهن، عليهن أن يتطيبن لك، لهن أن تتطيب لهن، معادلة. اللمسة التالية بعنوان اللقاء الأسري، اللقاء الأسري. أيتها الزوجة المسلمة، أيها الزوج الحبيب، يا ذا الوجه المتوضئ بنور الإيمان، يا من جعلتم بيتكم محراب الصالحين وأطفالكم براعم الإيمان، احرصوا على بناء أبنائكم باللقاء الأسري الأسبوعي، وذلك أن يلتقي الزوج والزوجة والأولاد في يوم يجتمعون فيه محدد، يرسمون فيه برنامجا إيمانيا، يلقي الوالد فيه كلمة قصيرة معدة يشرح فيها آية وحديثا، ثم تقوم الأم وتلقي كلمة في نصائح الأمومة والبنوة للأطفال، ثم يقوم الولد الأكبر ويلقي كلمة أيضا قصيرة عن أحوال المسلمين في العالم، أحوال المسلمين في فلسطين، ولو كان خبر قرأه بصحف أو رآه في التلفزيون أو يساعد عليه الوالد، الجرافات الإسرائيلية جرفت بيت الفلسطينيين وجلسوا خارج الدار وبأيديهم الحجارة وهم يرفعون إصبعهم إلى الله رب العالمين، خبر يحرك قلوب النائمين والغافلين تجاه الأقصى وأهل الأقصى أو عن الأفغان أو مشاكل المسلمين في العالم. ثم بعد ذلك تقوم البنية الصغيرة بقراءة سورة قصيرة،
ثم يقوم الأطفال بقراءة جماعية لسورة قصيرة محفوظة، ثم بعد ذلك يقوم الوالد بتقديم هدية من خلال مسابقة ثقافية. الوالد عد مثلا 10 أسئلة: ما اسم أبو بكر الصديق؟ عبد الله بن أبي قحافة مثلا. من الذي نام مكان النبي ليلة الهجرة؟ علي بن أبي طالب. من هو أول فدائي في الإسلام؟ أبو بصير. وهكذا أسئلة سهلة بسيطة، ثم يجمع الدرجات وتكون هدية، إما قلم وإلا مسطرة وإلا ساعة وإلا كذا، يقدم إلى الفائز، ثم تحضر الأم بعد ذلك الكيكة أو الكعكة أو أي شيء ويأكلونها. ما تأخذ لها تقريبا ساعة، إلا خلال هذا اللقاء اللي هو ساعة في الأسبوع يتربى الأولاد ويأخذ الضبط ويأخذ الربط، ويعيشون مشاكل المسلمين ويعيشون مع القرآن والحديث والسنة والسيرة. وبإمكان أي واحد يفعل هذا، يعني ما تحتاج إلى عالم. عندك كتاب السلوك الاجتماعي لحسن أيوب، كتاب الخلق المسلم للغزالي، كتاب فقه السنة لسيد سابق، كلها كتب هذه سهلة، فيها أحاديث وآيات ونصائح وكذا. وما عليك إلا أنك تختار 4-5 كلمات تكتبهم، أو تكلف البنت تكتبهم، ثم بعد ذلك تجلسون الجلسة الطيبة الأسبوعية. مع الأسف أن الآباء عند استعداد يروح في القهوة 3 ساعات وفي الدوانية 2 ساعة، ويروح شبرة الخضرة ويروح ياخور الغنم ويروح كل مكان يروح، لكن إنه يفرغ نفسه لأولاده ساعة في الأسبوع ما عنده، تضيق نفسه. ثم بعد ذلك إذا انحرف الولد قال ها المدرسة من هذا، لا، أنت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فرغ نفسك نص ساعة ربع ساعة في الأسبوع، يتعلم الأولاد أمامهم الكراسي والمصاحف عليها ويجتمعون، بل أهم يطالبونك لأنهم ودهم يشوفون أبوهم يجلس هذه الجلسة الطيبة المباركة. إذن ابنوا أسركم باللقاء الأسري. اللمسة التالية بعنوان مهرها الدعوة. قضية المهور هذه من القضايا الشائكة في كثير من البلاد الإسلامية. هناك في بعض الدول القريبة منا الزواج يكلف 100,000. على سبيل المثال الزواج الآن في السعودية يمكن لعل أقل ما يكلف 100,000 ريال، وهذا الطالب اللي يتخرج من الجامعة يعني يبي له لا يقل عن 20 سنة حتى يستطيع أن يجمع من راتبه 100,000 ريال. مصيبة هذه. وعلى الوجهاء والأثرياء والأغنياء والمصلحين والعلماء أن يكونوا قدوة لغيرهم، إذ يزوجوا أبناءهم بمهور معتدلة يستطيعها الغني ويستطيعها الفقير، والناس على دين ملوكها. هذه كلمة قيلت لا شك في ذلك. فلهذا أرجو من بيده الحل والعقد والأمر والسلطان أن يكون قدوة للأمة، لأن كثير من المكالمات والرسائل تأتيني من المنطقة وحتى من هنا تعاني من هذه القضية. أين الأخت المسلمة التي تجعل مهرها الدعوة وحليها الأخلاق وثوبها التقوى وعطرها الوضوء ورصيدها الحسنات، تسير مع داعية سيار هوايته جمع الغبار، يحب الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويزيدون إذا نقص الناس، النزاع من القبائل جمعهم حسب الدين وقرابة الإيمان
أين الأخت التي ترصد أسعار الجنة فتكون لزوجها أماً في الحنان وبنتاً في الطاعة وأختاً في الدعوة وحبيبةً في الدار وزوجةً في الفراش، تقرب إليه ما يحب وتبعد عنه ما يكره، تتلقاه مبتسمة وتودعه بالدعاء ليعود إليها مشتاقاً فيهمس في أذنيها قائلاً: ولقد أراك كسيت أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها، والعرض لا دنس ولا خوار، وإذا سريت رأيت نارك نورت وجها أغر يزينه الإسفار، فجزاك ربك من عشيرك نظرة، وسقى صداك مجلجل مدرار، صلى الملائكة الذين تخيروا والصالحون عليك والأبرار. اللمسة التالية لأصحاب الهوايات: كثير من الناس عنده هواية على حسابها يضيع البيت والزوجة والأولاد، هذا هواية تربية الحمام، هذا هواية تربية الأغنام، هذا هواية تربية الأنعام يعني الإبل، وهذا هواية بلاوي، والأولاد يضيعون والزوجة تضيع، حتى أن بعض الناس هواية سوق الحرائج ما يشتري سيارة لكن كل يوم يروح، وهذه بكم وهذه بكم وهذه بكم، هذه غالية هذه زينة هذه رخيصة، ويرد المغرب ما يشتري. ليه؟ قال: أقتل وقتي يضيع وقتي. الوقت هو الحياة، إنما أنت تقتل نفسك يا مسكين. استمع إلى هذه القصة بعنوان الحمامة الضائعة لمن ابتلوا بهذه اللعبة التي يقول عنها ابن عباس أنها من ألعاب قوم لوط، تطيير الحمام القلابي. هي في البيت حزينة ووحيدة، نصفها الآخر أخذته الحمامة، إنها متزوجة بلا زوج. إذا عاد بعلها، ما أقول زوجها لأن كلمة زوج خفيفة، بعلها كلمة تخرع. إذا عاد بعلها من العمل التقط الطعام بسرعة كما يلتقطه الحمام، ثم طار بسيارته إلى المزرعة من الظهر إلى منتصف الليل، فبالنهار يطير الحمام، وبالليل في ديوان جماعة أهل الحمام يجادل الأنام: طيري أحسن من طيرك، احجز لي هاتين البيضتين، ماتت حمامتي الغالية سأحنطها، سأرسم لها صورة أعلقها في الدار، وجدال. ثم يعود بعد ذلك إلى الدار غير مرتاح، لأن ربة الجناح ضاعت عند هبوب الرياح. وتحاول الزوجة المسكينة التي ظلت أمام المرآة منذ العصر إلى المغرب وهي تستعد للقائه، تحاول أن تهدي أعصابه بأطيب الطعام وأحلى الكلام، وأخيرا يهدأ ويلتفت إليها ويسرح بخياله في عينيها، ثم يقول لزوجته: ما أجمل بريق شعرها، ما أجمل بريق رأسها، ما أحلى مشيتها، ما أجمل عيونها، وأجمل من ذلك عندما تنقلب. فتقول الزوجة: كل هذا الوصف والمدح لي؟ فيقول: لا، بل للحمامة القلابية التي ضاعت. وهنا بكت الزوجة وهمست بحزن عميق: بل أنا الحمامة الضائعة منذ ليلة الزفاف وأنت لا تدري. وينام الزوج ويعلو شخيره، وهي بجواره لا تنام، حمامة ضائعة إلى وقت السحر، فإذا بها تسمعه يدندن بأنغام وهو في المنام. فتفاءلت الزوجة لعله الآن يراها في منامه، فتعوضها الأحلام ما فقدته في اليقظة،
فإذا به يغني وهو نائم حمام يلي على رؤوس المباني. ثم يهب من نومه مفزوعا ويصرخ: رأيتها رأيتها عادت. فتقول زوجته: من؟ فيقول الحمامة: عادت إلى ذكرها، الحمد لله. عند ذلك تهمس الزوجة بحزن باكي وتهمهم بكلمات يسمعها، فتقول بحزن عميق مدفون: هي أوفى من ذكرها، كلما ضاعت تعود، لكن هو ما ذكرها، ليش كل هذا الجحود؟ ليلة الخطبة سحرها وبشرها بالسعود، بس تزوجها نكرها وما وفى بالعهود. طوير تنخلت وكرها وبسحابتها رعود، واستهلت في مطرها بصبخة ما فيها عود، هي أوفى من ذكرها كلما ضاعت تعود. فقال الزوج: من تعنين بذكرها؟ أنا؟ قالت: لا، أعني ذكر الحمامة. نداء نداء إلى هواة الحمام: عودوا إلى الحمامة الغريبة الضائعة في الدار، وتحت جناحيها أفراخ صغار لا يستطيعون التقاط الحبوب، فأعطوهم من الحب والحنان ما يدفع عن وجوهكم النار يوم القيامة. اللمسة الأخيرة بعنوان السحر الحلال. السحر الحلال. أيتها الزوجة، لماذا هذا المنديل على رأسك وفي بيتك وإنما جعل الحجاب عن الأجانب؟ لماذا هذا الفستان المطبخي البصلي المرقي ترتدينه عند قدوم الزوج من العمل؟ أما تخشين من زميلة العمل؟ لماذا هذه الأسنان فيها بقايا البيض والبقل والمكسرات، والحموضة تنبعث من العنق ساعة الاعتناق، حتى إذا أصابه الاختناق وأراد الافتراق ونادى بالطلاق، ذهبت تبحثين عن مشعوذ أو ساحر يعيد لك الوفاق، وأنت أنت عندك السحر الحلال ولكن لا تشعرين. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، أصلح أولادنا، أصلح أزواجنا، أصلح أرحامنا، أصلح جيراننا. اللهم اجعل حياتنا حياة الطيبين، اللهم اجعل حياتنا حياة الطيبين، حياة المؤمنين الصالحين. اللهم اجعل أولادنا وأزواجنا عملا صالحا يقربنا إليك، وقرة صالحة لا تنقطع. اللهم أدخلنا وإياهم في جنات النعيم، وألحقهم بنا في الدرجات العلى من الجنة. اللهم حفظنا وإياهم كتابك وسنة نبيك، وارزقنا فيهما الفهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل أسرنا أسرا مسلمة مؤمنة. اللهم احفظنا من نزغات الشياطين وأن يحضرون. اللهم اجعل ذريتنا ذرية مباركة. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقياك،
اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا شفاء إلا شفاءك، اشف شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. وبعد، فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء مع الشريط الثاني. أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحكم العدل الذي قدر أن يكون المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد العادلين وإمام المتقين، والقائل: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نصلي ونسلم ونبارك على عبدك ورسولك محمد، ونترضى عن آله وأصحابه وخلفائه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا بأن الناس في هذا الزمان وصلوا إلى حد من التخبط والضياع والتيهان في مسارات لا أول لها ولا آخر، وما حصل ذلكم إلا عندما ابتعدوا عن هذا الإسلام العظيم وجانبوا هدي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. ولن تستقيم أحوال الناس ولن تصلح إلا بعودة صادقة إلى هذا الدين الذي جاء شاملاً للحياة كلها وللآخرة. وإن نظام الأسرة في الإسلام نظام شامل وكامل، بيّنه الله في كتابه وأوضحه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الزواج بأكثر من واحدة، فإن الله جل ذكره وتقدست أسماؤه أوضح حكمه في القرآن الكريم، حيث شرع التعدد وجعل له حدًا لا يقدم عليه إلا من يعرف بأنه سيوفي بهذا الشرط وهو العدل. وأبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فكان أعدل الناس بين نسائه وأوفاهم لهن. وحرصاً منه صلى الله عليه وسلم على الإحسان إليهن والرفق بهن، أوضح بأن أي رجل مسلم يتزوج بأكثر من واحدة ثم لا يعدل بينهن فإنه يأتي يوم القيامة يعرف بين الخلائق بعيب لا يوجد إلا فيه، وهو ميلان شقة. وقد كان هذا التعدد معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، ولكنه كان مبنيا في الغالب على الظلم والقهر، فيتزوج الواحدة بعشر نسوة أو بأكثر أو بأقل، فخرا وخيلاء وإشباعا للغرائز. ولما ظهر الإسلام وشرعت الأحكام أقر التعدد، ولكنه وضع له حدًا لا يزيد عليه وهو أربع نسوة.
فقد روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما ترى في من أسلم وله 10 نسوة؟ قال: يتخير منهن 4. وفي رواية: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4 وأن يترك الأخريات. وروى أبو داود أن الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اختر منهن 4، اختر منهن 4. ولهذا الحديث شواهد. أيها الإخوة، شرع الله الزواج من حيث هو لحكم عظيمة، ومن أهمها أن يحصن الرجال أنفسهم، ويحصن النساء أيضا، ويمتنعوا جميعا من الحرام، لتبقى مجتمعات المسلمين طاهرة نقية. ومن هذا أيضا المحافظة على إبقاء النوع الإنساني بالنسل والتوالد. ومن الحكم أيضا طهارة المجتمعات الإسلامية ونظافتها وسلامتها من التحلل الخلقي والتفسخ الاجتماعي. فعدم التزاوج يجر الناس إلى الفواحش، وأنتم ترون المجتمعات التي لا تهتم بالزواج، ترون أن الزنا ينتشر بينهم انتشارا فظيعا. ومن الحكم أيضا في مشروعية الزواج أن الرجل وهو يكدح ويعمل بحاجة إلى أن يجد السكن الروحاني والنفساني، وهذا لا يتأتى إلا من جانب امرأة صالحة. ولذلكم يقول الحق جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهناكم حكم أخرى كثيرة. وشرع الزواج بأكثر من واحدة، حتى قال بعض العلماء إن التعدد هو الأصل، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. فقد حدد هذا العدد ب4 فقط، وحرم الزيادة عليه، وأجمع على هذا علماء المسلمين إلا ما يوجد عند الشيعة المخالفة وأضرابهم.